دابا الدوله اللي معلقه هاد البونكارت وجالسه كتقنع الشباب انهم ما يهربوش واخا كاين الفساد، معترفين ان كاين الفساد واخا كاينه البطاله. جلسوا في بلادكم، هي نفس الدوله اللي عاد عطيت الخض العصا للطلبه ديال الطب ومتابعاهم قدام وكيل الملك بتهم ثقيله منها التجمهر والعصيان فقط لان عندهم مطالب دراسيه. هذه دابا دوله كتفتح الشهيه وكتقنع الشباب انهم يبقاو فيها وما يهربوش. واش معقول ان في هذه الدوله الاجتماعيه فين ما تخرج فيها الطالب مطالب اجتماعيه سكن صحه تعليم تواجه بالامن وبالاعتقال وبالمتابعات القضائيه؟ ومن يقول لهم راه رئيس الحكومه وحكومته فاشلين في الحوار، فاشلين في النقاش، فاشلين في التواصل، اللغه الوحيده اللي كيعرف هي تكديس الفلوس، وخاص الحكومه تعاود وخاص رئيسها يتبدل. يقول لك هادشي ماشي دستوري، وقال لك شي اصوات الا حنا بدلنا اخنوش غادي نبانو ما عندناش الامن والاستقرار لان حنا طيحنا الحكومه وغنخلعوا المستثمرين. ياك سيدي ياك لالا، حيت حنا اكثر احتراما للديمقراطيه من بريطانيا، حيت حنا اكثر استقرارا وامنا من الانجليز اللي كل عام يستقيل رئيس الوزراء عندهم ويجيبوا واحد اخر، من فرنسا اللي كطيح فيها الحكومه وكتعاود تتلقاو الاعذار الواهيه باش تخليو ولي نعمتكم. هو راه الا بقى هاد السيد وعاود رجع غتشوفوا اكثر من هادشي، لان في غياب رجل التواصل، رجل الحوار، رجل السياسه تحضر الامن وكيحضروا الاعتقالات وتتقوى دوله البوليس. في غياب المؤسسات المدنيه التي تمثل الشعب ومطالبه تتعرف تحاور تناقش وتلقى الحلول. هادشي بقى غير نسبح به حيت عاودتو ومازال غنعاودو. تحياتي.